منذ أعوام ينفي مانشستر سيتي كسره قواعد اللعب المالي النظيف، إلى أن فاجأ موقع فوتبول ليكس الجميع بنشر تسريبات حول عقود وعمليات عديدة تشكك في هذا الأمر. تبدأ القصة منذ نقل ملكية النادي إلى الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، حيث تحول النادي من الصفوف الرديفة إلى الواجهة، فجذب إليه العديد من النجوم، فضلا عن مشروع طويل الأمد يعتمد على المدرب بيب غوارديولا، إلى أن الوثائق المسربة كشفت عن حيل غير قانونية كانت تدار في الكواليس. غوارديولا أبدى انزعاجه من التقارير التي تحدثت عن تورط النادي في خرق اللوائح. أنا واثق من إدارة مانشستر سيتي، ولا أعتقد أنهم قاموا بأي شيء غير اعتيادي، وأعتقد أن الأمور تسير على ما يرام. الإدارة أشارت إلى أن ما يحدث في الفترة الحالية هو مجرد محاولة للإضرار بسمعة الفريق في القارة الأوروبية. أبرز التسريبات تتعلق بإخفاء بيانات تتعلق بميزانية النادي وموارده الاقتصادية، ولا سيما عقب التتويج بلقب البريمير ليج 2012. وأظهر فوتبول ليكس أن طريقة التلاعب كانت تتم عبر السماح لأطراف راعية في الإمارات بضخ أموال نقدية لتغطية عجز الميزانية بسبب عدم التوازن في الصفقات المبرمة، والأموال التي كانت تأتي من الإمارات كانت خارج الميزانية المعروفة للنادي، وهو ما يناقض قواعد اللعب المالي النظيف. صحيفة ديلي ميل أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ تحقيقا حول تلاعب السيتيزنز في ميزانيته، وأنه ادعى حصوله على نحو 60 مليون جنيه استرليني سنويا من الشركة الراعية، برغم أنها تدفع 8 ملايين فقط. وأكدت مصادر يويفا أنه إذا ثبت الاتهام فستكون العقوبة هذه المرة الاستبعاد من البطولات الأوروبية.